عيد التايمر وبعطيهم اي راح نعيد التايمر مره ثانيه. طيب راح نعيد التايمر مره ثانيه، ركزوا على طبختكم اكثر، وهنا راح ننتقل للشباب. الله بالخير يا ابن هدلان. سلام عليكم. كيف الحال؟ ما تشوف شر، راح نعيد التايمر وراح نعيد كل شيء، هذا القلم. طيب يا اخت رباب، الان راح نعاد الوقت مره اخرى. معك ثلاث دقائق، اعطيهم مكونات الطبخه وثلاث دقائق جاهزه معنا، ويلا ابدا بسم الله. طبعا اول شيء تجيب البصل والفلفل الرومي والجزار، حمروا وصاد بصل وفلفل رومي ودجاج. ايوه والجزر حمروا مع بعض بعدين الدجاج. طيب بصل وفلفل رومي وايش؟ وجزر. والجزر جزر الدجاج بعد ما يحمر. الجزر مبشور ولا نقطع صغار؟ هلا 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 ابشروه اذا عندكم مبشره ابشروه. موجود. طيب حلو نحمرها مع بعض. ايوه وبعدين ضيفوا عليه الدجاج ومكعب ماجي والفلفل الاسود والكمون والبابريكا وملعقتين معجون طماطم. نضيف عليه الدجاج وماجي. ايوه فلفل اسود كمون بابريكا وفلفل اسود وكمون وبابريكا وملعقتين معجون طماطم. فلفل اسود وكمون وبابريكان بس وملعقتين معجون طماطم. ملعقتين معجون طماطم حلو. بعدها لين تنضج اخر شيء ضيفوا عليها ملعقتين جبنه سايده. ملعقتين ايش؟ جبنه سايده. جبنه سايده حلو. بعدها جيبوا التورتيلا حطوا الحشوه فيها وحطوا معاها الموزريلا ولفوها. بعدين جيبوا صينيه. لما نحطها بالتورتيلا بعدين ايش؟ اي نحمصها. حطوا معاها الموزريلا ولفوها. بعدين جيبوا صينيه حطوا بالصينيه صلصه المكرونه اللي عندكم. ايه بعدين حطوا التورتيلا وبعدها من فوق صلصه المكرونه مره ثانيه. ايش؟ لو سمحتي الصلصه حقت المكرونه اللي عندكم. لو سمحتي. ايوه سم. اذا انضجت نحط ملعقتين جبن ثم نحطها بالتورتيلا. نحط الموزريلا. ايوه تحطوا معاها الموزريلا وتلفونها. الموزريلا نحطها جوا الساندويتش. ايوه جوا. بعدين نلفها ساندويتشات. ايوه تلفونها ساندويتشات عاديه. بعدين تجيبون الصينيه تحطون فيها صلصه المكرونه. ايوه بعدين التورتيلا. بعدين من فوق صلصة المكرونة. بعدها تحطون الجبنة التشيدر وجبن الموزريلا مرة ثانية من فوق. حلو ونحطها. بعدها تدخلونها الفرن. حلو هذه صلصة المكرونة. أنا ما أشوف متأخر البث. طيب تمام. بس اللي عندكم. تمام حلو. وخلاص بعدها كذا تقدمونها. شكرا. بعد ما تطلع من الفرن. يعني تصير طبقة تحت بعدين نحط فيها بعدين فوقها سندوتشات بعدين طبقة فوق. ايوه مع الصلصه. اول شيء صلصه المكرونه. اي مع الصلصه الجبن. طيب بعدها من فوق الصلصه بعدين الجبن ودخلونها الفرن. هذه بعدين سندويشات. اي نحط. طيب جبن سايل فوق ولا نحط جبن سايل فوق ولا لا؟ لا طيب الجبن سايل بس مع الدجاج. خلاص 15 ثانيه خلصنا. طيب خلاص كل شيء واضح؟ اي ان شاء الله واضح. شكرا. 3 2 1. طيب توقعاتكم يا شباب والطبخه الان امامكم، سجلتم المكونات توقعاتكم، هل الاخت رباب تفصل عليكم ولا لا؟ لا اوف رباب لا لا 500 500 بتروح الرباب ان شاء الله. طيب 500 ان شاء الله بتروح الرباب ونشوف الان هذه المكونات قدامكم، فكروا فيها وعدلوا فيها وحاول انك تطلع ان شاء الله بشكل جميل وطعم انيق والشغل عشان ياكل ابو سيد معنا. اي عشان ناكل لاني ترى نفس ما اكلت امس. جاك شيء يعني ما تحمس. حويس. حويس. جاء حويس. جاء حويس. تفلسف. جاء مكونات جديده. اكتشاف مكونات جديده. اختراع اختراع. طيب نشوف الان الاتصال الثاني جاهز يا مخرجنا الجميل ولا باقي؟ خلنا ناخذ القلم. سم. خلنا ناخذ القلم ونوقف في ماصتنا. ها وقفوا ماصتكم. من باقي يقول ماصه؟ ماصه.